لا إذا يهزمه. تتعرض لمحاولة مثلا تكميم للأفواه أو مثلا تتلقى ستة هنا رسالة شنو تهجير؟ تكميم؟ هو ده يقتلون، شنو تكميم؟ الساعة اللي واش يدون علوقنا؟ هم ده يقتلونه، ده يقتلون الإنسان اليوم اللي يحكي على أي جهة حزبية أو سياسية ده يقتلوه، ده يقتلوه. بس ما ده أنت يجي اليوم مالتنا مثلا. كمواطن ده تطلع تنتقد يعني الخدمات بمحافظتك، أنت يوم ما لا منتقد جهة سياسية أو احنا ست حزبية. احنا شنو احنا؟ احنا باريس عايشين، احنا مو بالعراق. احنا متوهم، كل واحد يقول انا اليوم عايش بالعراق، متوهم. ده شايفين انت الابراج، وده شايفين الشوارع والكهرباء اللي ما تطفي، اللي كتلنا الحر. احنا قاعدين هسه بالقناه وكتلنا الحر، زين؟ كهرباء 24 ساعه موجوده، والخدمات مثل ما تريدين، والمواطن من يروح عنده معامله بمكان بدائره حكوميه يتلقوا ملقه. ايش فيك تستدلل استاذ؟ هاي معاملتك كامله. اللي عنده جواز يتعلعل، اللي عنده جنسيه يتعلعل، اللي عنده بطاقه تموينيه يتعلعل. روحوا تعال شوفوا شو السبب. قضاء المسيب اخذ المراسلين مالتكم من قضاء المسيب، بطاقه تموينيه وبطاقه موحده. لا شوف بطاقه تموينيه وبعد والله شنو عندنا بطاقه تموينيه ورعايه اجتماعيه. اوديك مكانات بكرفانات، يعني اريد اقول حش الحضور، حش الموظفين اللي بيها. اقول شنو هاي مال حيوانات؟ اجلهم الله، والله يحفظهم، ان شاء الله باحسن مكانات يقعدون. اخذهم ورا ما يخلصون راح يصورون المكان يدزون شيء. تقول هذا مكان مال موظف بالدوله العراقيه؟ عمي مهزله، مليارات الدولارات قاعد تنباك، مليارات الدولارات. مو انا احكي، انا يعني ما احكي، انا مواطن بسيط احكي. هذا الحكي بلسان وزير الماليه اللي طلع قال جهات حزبيه وجهات سياسيه قاعد تتحكم بالبلد وقاعد تتصرف بمال الناس.